قبل ما المقطع يا حبايب، حابب أن لكم عن تحدي كلش قوي، واللي هو التحدي ويا محمد سالوك. حبايب محمد سالوك راح احط لكم رابط قناته بالوصف او رابط مقطع له. هذا المقطع يا حبايب اذا وصل 10,000 لايك مننا اليوم واحد راح اطلع وجهي، فراح احط لكم رابط الوصف تملي من الكل يشترك بقناته. صراحه محتوى كلش خرافي، ومحمد سالوك هو واحد من الاشخاص اللي عنده صفحات بالفيسبوك كلش رهيب ومحتوى كلش خرافي وجوده كلش رهيبه. فراح احط لكم رابط قناته بالوصف تملي من الكل يروح يشترك عنده ويفجر لايكات وجيش مملكه القصص. اذا وصلنا 10,000 لايك راح اطلع وجهي اليوم. الخبر واللي عدنا عن يارا مارو تهكير قناة اليوتيوب الجديدة، فحاليا تدخلوا على الرابط راح تكون اياه بالوصف اللي هو مال قناة يارا. راح تشوفون الفيديو اللي نزلته صار برايفت، يعني خاصة لو تبحثون على اسم يارا اسم قناتها راح تشوفون انه مقطعها مش موجود ولا قناتها موجودة اصلا باليوتيوب كله. اما السبب فصراحة الى ما حد يعرف شنو السبب، فيارا من الاساس ما طلعت ووضحت شنو القصة، هي خفتها او لا، ولكن شوية طلعت اشاعات انه نورمر هو ورا الموضوع، هو سرق قناتها مثل ما سرق قناتها الاولى اللي بها حوالي 1,500,000 متابع. اكون ان شاء الله بيكون اكو شيء وان شاء الله ترجع قناتها بسرعة وقت. واكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع. اما بالنسبه لنورمار يا حبايب وحلقته للصفر على شعره، نورمار نزل على حساب بالانستغرام شويه ستوريات، بهذه الستوريات كتبها من داخل الحلاق كتب عليها راح احلقه على الصفر. من واضح انه قاعد يسوي يمكن تحدي او مقلب. خلينا ننتقل حاليا لوسام تكيتو شنو قال على عصام بعد ما رجع لليوتيوب من جديد، وهل هو طلع من فريق فافا نابولي او لا. وسام تكيتو نزل على حساب بالانستغرام شويه ستوريات وبهذه الستوريات طرق بها انه عصام هو ما زال فريق فافا نابولي وما طلع، ما يقدر يصور وياهم لانه هو حاليا بسوريا وهما حاليا بتركيا، ولكن هو باقي بالفريق وصار يدعم. راح تكون ستوريات تشوفوها. كيفكم اصدقائي شو اخباركم؟ كالعاده تحضر الارجيله تحضر معاها من صوتك يعني. وثاني راس هذا معناه انه مخطط كثير ضخم. اي والله يس 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 100. اهلا وسهلا بالطبوج، كيفكم انتم شو اخباركم؟ شوفوا ما في سمعت شو صار اخر شيء طبوج؟ في حدا رجع عن فريقنا؟ ما سمعت؟ لا. في حدا رجع فريقنا؟ مين؟ عن جد ما سمعت؟ لا والله. واخيرا عرف مين. اي عصام اصدقائي بعد فتره وغياب دام كثير وقت، ابو اسال ضحكه بالحياه. رجع وعامل فريق كثير عالم محترم بعتوا لي العالم. والله نحن كان بودنا عصام يرجع لفافا نابولي، بس هو راح وعمل فريقه لحاله. لا يا جماعه الخير مو هيك القصه، هو ما عرف يحكي، ما قال انه انا لساتني بعد الفريق، هو لساته معنا وعصام كثير اصلي اساسي، بس هو عمل فريق لانه بغير بلد هو، ونحن كثير معه كثير 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 فرحان له وكثير مبسوط بهذا الخبر. عم يعمل سكتشات، ها عم يعمل تيكت وحلقات شيء متعوب عليه. يس حمسني اقسم بالله حمسني ارجع هيك اعمل سكتشات وكذا. بدي منكم تدعموه عن جد، عصام اقسم بالله العظيم يستحق، والله العظيم حجر اساس بفريق فافا نابولي. اسحبوا الشاشة لفوق، هي قناته عم ينشر عليها هو بشكل دوري. ننتقل حاليا للشير والسفرة. شير نزل على حسابه بالانستغرام شو ستوريات وبهذه الستوريات تبيها من داخل الطيارة، دي على مخيله انه هو حاليا مسافر، ولكن حسب ما قال انه هو ما مسافر لدبي، فوين تتوقعون هو مسافر؟ اكتبوا لنا حبايب بالكومنتات. ونختم اخر شيء حبايب نارين بيوتي والجرح اللي صار بيها. نزلت على حسابه بالانستغرام شو ستوريات وبهذه الستوريات تبيها رابطة رجلها وكأنه رجلها متألمة، كتب انا بدون شيء ما بعرف امشي كيف ذا هيك، فضل فيها يا رب وان شاء الله تحسن بسرعة وقت. وبس والله حبايب انه وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم حبايب، باقي شوي نوصل 500,000 متابع. لو سمحتوا الكل يشترك بالقناة يا حبايب، هواي ترى يتابعون المقطع وما مشتركين بالقناة، فهي ضغطة زر ما راح تخصكم اي شيء يا حبايب. فاتمنى الكل يشترك بالقناة وبس، جاك فيزياء وخاتمة القصص، ومع السلامة.